معايا دي كانت بتعمل ايه او كان ايه دورها؟ لان كلنا اتبسطنا جدا لما شفنا شباب صغير بيساعد الناس ونازل، يعني نازل شباب بالظبط، شباب زينا نازل في وسط ميدان التحرير علشان يساعد اي حد يحصل له اي حاجه. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. احمد احكي لنا اكتر عن الجمعيه دي اوكي. مبدئيا هو انا مش الرئيس الحالي، انا الترم بتاعي خلص من حوالي اسبوعين. دلوقتي رئيس الجمعيه لا مش مشكله. الاجيال اللي بعد كده اسمها نوره، هي البريزيدنت الجديد بتاع امسا. هي امسا اسمها اي حاجه. انت حضرت في وقت، يعني انت كنت رئيس الجمعيه وقت ميدان التحرير. بالظبط. طب انت حظك جاي حلو، يعني جه في الوقت يعني انتوا بتغيروا كل شهرين، كل سنه. اوكي، احكي لنا الاول عن الجمعيه. الجمعيه هي المفروض معموله لطلبه انت، يعني انت بالعربي او غير الانجليش؟ بالظبط. هي الجمعيه الاول بدات الطب مثلا. بالظبط، هي الجمعيه بدات من 2007. الهدف الاساسي بتاعها ساعتها كان ان احنا نعمل انشطه تطور قدرات طلبه الطب في كل على مستوى مصر. بعد في خلال شغلنا اكتشفنا ان الحاجات اللي احنا بنعملها عشان نطور قدرات طلبه الطب والاكتيفيتيز اللي طلبه الطب بيعملوها ممكن تتعمل على مستوى كل الكليات تقريبا. فبدانا نوسع مجال الجمعيه وخلينا انكلودنج مثلا صيدله وطب اسنان، وبعد كده توسعت اكتر خلينا اي حد انترستد ان هو يعمل توعيه صحيه في المجتمع من اي حته من اي كليه في مصر. الجمعيه بالعربي اسمها الجمعيه المصريه لدارسي العلوم الصحيه، بالانجلش اسمها امسا EMSA. الاكتيفيتيز بتاعتها بدات زي ما قلت لكم من 2007، والموضوع شغال بيتوسع كل شويه الحمد لله عن قبلها. يمكن من الحاجات اللي حطت الضوء عليكم جامد جدا لما ابتديتوا تعملوا حاجه اسمها دينر ان ذا دارك او عشاء في الظلام. عايز اعرف الفكره، لان الفكره كانت جميله جدا. هي الفكره كانت عشان تقرب، بس الاول تقرب الناس، احساس الناس الاصحاء بالكفيف عايش ازاي. الفكره جت منين اصلا؟ هي الفكرة بتاعت رئيس الجمعية اللي قبلها كمان هو صاحب الفكرة، واحنا بدأنا نشتغل فيه. عملنا شغل بأول دينر دارك اتعمل كان في شهر 5 اللي فات، من سنة بالظبط دلوقتي. والدينر دارك التاني كان بقى أضخم واتعمل على مستوى أكبر وضم سيلبرتيز أكتر، كان في شهر 12 اللي فات. الفكرة بيزيكلي إن احنا بنحاول نقرب وجهات النظر، بنحاول نوعي المجتمع عن إن في فئة فيه مهضوم حقها شوية اللي هي فئة المكفوفين، وان هم بيتم التعاون معاهم ان هم مش قادرين يعملوا حاجات، مش قادرين ان هم يتعايشوا في المجتمع، ان هم فئه الاقل حظا. بس هم على العكس، هم الناس المكفوفين عندهم قدرات اكتر بكتير من الموجودين عند الناس الاصحاء المبصرين. في دينر الدارك الاولاني والتاني كنا تعاوننا مع جمعيات المكفوفين، وتعاوننا مع شخص عبقري اسمه عباس، هو كان الويتر بتاع العشاء. العشاء فكرته بيزيكلي ان انت بتجيب 8 سيلبرتيز من المجتمع المصري و8 اطفال مكفوفين، بتقعدهم يتعشوا مع بعض لمده ساعه ونص. بعد كده اكتشفنا ان ساعه ونص دي بتعدي عليهم، كنا تلت ساعه بالظبط في الضلمه خالص. السيلبرتيز بيخشوا، بيبقى ماسك ايديهم الويتر اللي هو عباس، بيقعدهم في اماكنهم ويبدا يسيرف الطلبات ليهم. المنيو بيبقى مكتوبه بطريقه برايل، وبيبدا هم الاطفال الصغيرين هم اللي بيقروا المنيو لل ده دينر دارك التاني. كنا ساعتها كنا مستلم ميدالية علشان اتحاد المبدعين العرب، كرمنا عشان الفكرة كانت فكرة بالنسبة لها كرياتيف جدا طبعا. فكرمنا اتحاد المبدعين العرب فرع اليمن كمان مش بتاع مصر. فان هو الطفل الكفيف الصغير هو اللي بيساعد السليبرتي المصري نجم المجتمع ان هو يقعد في مكانه يقرأ له المنيو، عشان الشخص المبصر السليبرتي ده يعرف ان هو في وقت من الاوقات ممكن يحتاج للطفل ده، ممكن يحتاج للشخص الكفيف ده، هو هيقدر يساعده، هو اللي هيدله، على عكس اللي بيحصل في الطبيعة ان الشخص المبصر هو اللي بيدل الكفيف، هو اللي بيعدي الشارع. في الساعة ونص دول العكس هو اللي بيحصل. وعلشان دي برضو حاجة كويسة جدا للأطفال اللي مش بيشوفوا بالزبط. ان هم يحسوا ان هم بيعملوا حاجة او ان هم مش ناقصهم حاجة، بالعكس هم بيساعدوا بالزبط. حد وحياتهم المعنوية بترتفع جدا لما يحس مثلا طبعا. يعني اخر مرة كان موجود معنا احمد عز ويسرى، لما يحس انه قاعد على يمينه احمد عز وعلى شماله ويسرى ونجوم مجتمع، فيحس انا طب ما انا زي احسن من الناس التانيين عمرهم ما شافوهم قبل كده. فكان الموضوع بالنسبه لهم كان حاجه رفعت جدا من روحهم المعنويه، حسيتهم ان هم فعلا يقدروا يعملوا حاجه مفيده. طب ما فيش افكار تانية كرييتيف زي دي؟ لان دي لا مثلا كانت حاجه انا عايز امشي بس في التجربه دي عشان كنت عايز افهم حاجات كتيره قوي فيها. انت شرحتها بمنتهى البساطه، بس انا عايز اعرف برده للناس عشان برده يبقى عندها صوره اعمق شويه. انت بتدعو النجم الفنان الممثل المغني ان هو يجي ويخش العشاء، بتغموله بقى عينيه ويبتدي يخش، ولا انت بتبقى مثلا مطفي النور في الاوضه؟ بالظبط. يعني الموضوع زي ما انت قلت، الموضوع مش لما بتحكي بسهوله لكن في خلال الشغل احنا عشان نحضر للعشاء
العشاء اللي هو الساعتين ده بنقعد نحضر له على الاقل شهرين وشويه. الاولاني حضرناه شهرين وشويه والتاني حضرناه شهرين وشويه، ان في حاجات بروموشن اول يتعمل، لازم نكونتاكت سيلبريتيز كتير عشان في ناس دايما بيرفضوا، الناس بيبقى عندهم مشاغل وكده في الموضوع، وان احنا نكونتاكت جامعات المكفوفين عشان نجيب الاطفال، وان احنا نكونتاكت الميديا، وان احنا نبدا نجيب لا هو اكيد التحضير كبير ضخم جدا. اليوم بقى اليوم نفسه احكي لي يعني مثلا ايه، يعني عندك الفنانه دينا الشربيني منورانا مغموره هتاخدها او يعني هي جايه لك، فاحكي لي يعني المراحل اللي هي بتعملها في العشاء. احنا قبل اليوم الصبح اول حاجه بنعملها، ما اعرفش اذا كان في صور موجوده ولا لا، بنظلم الاوضه تماما دلوقتي. في الفيديو اللي هو بنظلم فيه الاوضه، ده العشاء ده الاولاني، ده كان سيمون اللي واقفه وسطنا، ده كان فريق العمل ودي سيمون. اول حاجه بنعملها بنشوف الاوضه، اول عشاء ده كان في برج القاهره، بنشوف الاوضه اللي احنا هنعمل فيها العشاء، بنظلمها تماما من اول لاخرها بورق فويل. احنا بعد برضو ريسيرشز كتير كنا من الاول فكرنا نجيب ستاير سودا، بعد كده لقينا الموضوع هيبقى مكلف ومش مجدي قوي، اكتشفنا ان احنا نعمل تو لايرز اوف فويل هيبقى يضلم الدنيا تماما، ما عنديش اي طبقه نور خالص، خصوصا ان احنا كان المره الاولانيه في برج القاهره، فبرج القاهره مكشوف من كل ناحيه المطعم بتاعه، فالموضوع كان صعب جدا. احنا قعدنا نضلم في الاوضه بتاع المطعم بتاع برج القاهره حوالي 3 ساعات بس اعلق فويل ونحط اللاير الثانيه عليه، فالموضوع كان صعب ان انت تضلم اوضه، واول مره كمان كانش عندنا اكسبيرينس في القصه، فالموضوع كان صعب. فبالاول بنظلم الاوضه تماما، وبعد كده قبل ما نظلم الاوضه بنخلي عباس اللي هو الويتر الكفيف بيحفظ الاوضه، واحنا شايفين، احنا الاول بندله عشان يحفظ الاوضه، عشان اهم بالظبط دي اهم ستيب هيبوظ الدنيا بالظبط، يحفظ الكراسي، يحفظ الاطباق، يحفظ السكه بين المطعم هي دي صوره دي الفيديو لو هيشتغل ده الفيديو ساعه ما احنا كنا لا دي صوره ده المره الاولانيه بالظبط، الشباك بيبقى منور كده، بنغطيه بفويل كامل من اوله لاخره عشان يبقى الموضوع ضلمه تماما. بعد كده بعد ما عباس بيحفظ ترتيب الاوضه والكراسي وكده والسكه بين المطبخ والمطعم، نبدا بقى نظلم الاوضه تماما خلاص، اي حد هيخش جوه الاوضه مش هيشوف حاجه. وقبل المطعم كمان بنعمل زي ممر كده زجزاج عشان ما فيش اي لايت دايركت يخش على لما الناس بره داخله على الاوضه، يبقى الموضوع عملنا حسابنا على حاجات كتير قوي وعملنا ريهرسل اكتر من مره عشان الموضوع يتعمل. طب في حد من السليبرتيز اللي كانوا معاك طلعوا مثلا مخنوقين او قالوا لك ايه ده ازاي، يعني احساس وحش قوي لو انت مغمض عينك، طبعا احساس حلو ان انت قاعد بتعمل ده لحاجه خير لاطفال وتحس بيهم، واكيد اللي يجرب الموضوع ده هيحس بالاطفال دول اكتر، بس مفيش ما جالكش موقف ان واحده طلعت مش طايقه نفسها او متضايقه من غير ما تقول اسماء يعني؟ لا مفيش حاجه حصلت كده خالص. هم بيبقوا خايفين قبل الاكسبيرينس دي، انا هخش اقعد في اوضه ضلمه، طب مش هشوف حاجه، طب مفيش حتى نور صغير، لا مفيش ضلمه، انت هتاكل زي ما الكفيف بياكل بالظبط، مش شايف اي حاجه، طب حتى شويه نور صغير، لا مفيش، جرب بس وهتلاقي الموضوع عشان احنا جربناه قبل كده، فاحنا عارفين الموضوع الاكسبيرينس بتاعك بتبقى كويس. فبعد ما بيخشوا بيقعدوا مثلا بالساعتين او باكتر من ساعتين، تقول احنا الموضوع ما خدش تلت ساعه، هم اكشولي عشان كانوا مستمتعين جدا بالاكسبيرينس بتاعتهم جوه، فالموضوع بالنسبه لهم بيبقى حاجه تانية خالص. والله الواحد من غير ما يعدي في التجربه نفسها، انا بس الفكره نفسها اللي انا عندي، انا يعني انا عندي النور اللي انا اكل مثلا والنور مش جامد حتى بتضايق، ما انت عشان كده انت وانت قاعد في البيت والنور يقطع عليك انت بتبقي فجأة. انت هم اول ما يقعدوا الاول اول لما يقعدوا الاول عباس بيانتروديوس لهم للقعده، انت على يمينك فلان وعلى شمالك فلان، ويبدا الشوكه هنا والسكينه هنا والطبق هيبقى قدامك، الطبق هيجي لك من اليمين والشلم الشمال، الكوبايه على بعد قد ايه من ايدك عشان تبدا تبقى عارف الموضوع بيمشي ازاي. طب والاكل بقى، انا بس اللي من الصراحه انا هعرف دي لحمه ولا صباعي بالظبط، انت لازم تجرب بقى، انت لازم تشوف، لازم الاول تحس بايدك زي ما الكفيف بياكل بالظبط، بيحس بايده دي شكلها لحمه كده بتاع. احنا طبعا في المنيو ما خدناش فيها حاجه فيها صوص مثلا او حاجه ممكن تبهدل الدنيا يعني على قد ما نقدر، بس لازم تجرب الاكسبيرينس كامله تبقى عامله ازاي لما شخص خفيف قاعد بياكل. بعد ما بيطلعوا بقى بيبقوا مبهورين جدا اللي كان حاصل حواليهم، من ازاي اطفال كافيين عارفين اولا السليبرتيز اللي قاعدين معاهم، حافظين الاغاني وبيغنوا معاهم، يعني مثلا المره الاولانيه كان معانا سيمون قعدت تغني لهم طول القعده، ما كلوش تقريبا خالص، قعدوا يغنوا مع الاطفال وبتاع، فكانت اكسبيرينس بالنسبه للاطفال بالنسبه للسليبرتيز تبقى حاجه رائعه يعني. طب ازاي ممكن حد يشترك معاكم في الجمعيه دي، ولا لازم مثلا شروط معينه؟ مفيش شروط خالص، اي حد انه يبدا يعمل توعيه صحيه للمجتمع اللي حواليه، يبدا يفيد المجتمع بطريقه ايجابيه، بطريقه كرييتيف، بطريقه مختلفه، يخش على الويب سايت بتاع الجمعيه www.emsa.org.eg ويملى ممبرشيب ابلكيشن. مش لازم ابقى في كليه طب او صيدله، لا ما بالظبط، زي ما قلت لك كانت الاول طب، بعد كده بقت صيدله واسنان وطب، بعد كده بقت اي حد انترست في القصه، اي حد اي حد من اي حته بالظبط. طيب ناويين تفتحوها بعد كده تخلي فكره العشاء مثلا في الظلام بخلاف، اكيد في افكار ثانيه انت هتحاول تطلعها في الفتره الجايه، ولكن حاول تخليها
للعامة، يعني تخلي أي حد عايز يجرب التجربة دي نفسها، لأن بعيد عن النجوم طبعا النجوم بتساعد أنك تحط اهتمام الناس على الأطفال عشان طبعا بتبقى حالة خاصة وحالة إنسانية جامدة جدا، ولكن للتجربة للناس بشكل عام. نعتقد احنا محتاجين برضو الفترة اللي جاية ان التوعية عندنا تبقى توعية للناس، توعية للناس اللي ماشية في الشارع. طبعا ما هو الفكرة مبدئيا ان احنا المرة الاولانية كانت سيلبرتيز، علشان مرتين اولانية كانت سيلبرتيز عشان نجذب اهتمام الاعلام بالفكرة. بعد كده الموضوع هيبقى مش بس احنا عايزين نفكر ان احنا نعمله لعامة الشعب، احنا عايزين نفكر نعمله للمسؤولين مثلا زي الوزراء، او مثلا المسؤولين عن قطاع مثلا المكفوفين او حاجة زي كده، او مثلا رجال الاعمال اللي يقدروا ياخدوا يعينوا المكفوفين دول عندهم في شركاتهم. لان دلوقتي المفروض اكوردنج تو طبقا للقانون لازم يبقى فيه نسبه 5% من المكفوفين او ذوي الاحتياجات الخاصه شغالين في اي شركه. واللي الشركه لما بتعملش كده بتاخد غرامه حوالي 100 جنيه ولا حاجه. ولا حاجه بالظبط. هما بيقولوا ان خلاص ندفع الغرامه خلاص مش عايزين. ايه المشكله بالظبط؟ وفي شركات محترمه بتلاقي فروع مطاعم معينه مثلا عاملين المطعم ده للاصم او المطعم ده للذوي الاحتياجات او يوم في الاسبوع او هكذا. او في شركات يعني مثلا شركات المحمول ممكن تخلي مثلا الكول سيرفيس بتاعتهم مكفوفين او تبقى الغرامه هتزيد وهتبقى غرامه محترمه مفروض. يعني هو ما حدش يعرف يدفعها ان شاء الله. فبعد كده فدلوقتي دي الفكره اللي جايه، ان احنا نعزم رجال الاعمال ونعزم الوزراء والمسؤولين هم يقدروا يهتموا بالطبقه دي، ويكون الجمعيه عندها حقوق الملكيه الفكريه للفكره دي عندنا حقوق مكافئ ما حدش يطبقها في مصر غير الجمعيه. فدي اللي هتساعدنا ان احنا نطبقها لعامه الشعب، يبدا انه يخلي الناس تجرب الفكره دي، او ان احنا نعزم بعد كده مسؤولين والوزراء وكده. تمام. انت نورتنا جدا يا دكتور. ميرسي. وبجد يعني فكره عبقريه، ويا رب دايما يبقى افكاركم كده جذابه. ويعني اي بروجكت بقى جديد من غير ميديا ومن غير سيلبرتيز هتلاقينا معاكم فيه ان شاء الله. ايوه اعزمونا على العشاء. طبعا يا فندم نجرب بجد. طبعا زي دي طبعا. ميرسي يا احمد جدا، وتشرفنا تاني ان شاء الله. ميرسي جدا. هنطلع لفاصل بس استنونا عشان معانا مطربه بقالها كتير غايبه عننا وجت معانا النهارده. استنونا هتبقى فقره حلوه.